الرواية الثانية أن أحد الأصحاب الحسن بن الجاهم، هذا رجل من الثقات، النجاشي موثقة، الشيخ الطوسي موثقة، الحسن بن جاهم يقول: قلت لأبي عبد للإمام الكاظم: لا تنسني من الدعاء. فقال الإمام: وهل تظن أني أنساك؟ أو من أين علمت أني أنساك؟ فقلت: أنا فكرت في نفسي، قلت: أنا من شيعتهم، والإمام لا ينسى شيعته من الدعاء. فقلت له: إنني من شيعتك، وإنك لا تنسى شيعتك من الدعاء. الإمام قال: تعلم شيء غير هذا؟ قلت: لا. فقال الإمام، وهذه نقطة مهمة: انظر ما لي عندك تعرف ما لك عندي. واي مهم هذا. احنا ايش قد علاقتنا بالامام الحجه صلوات الله عليه؟ كم نتذكره؟ هو ما انسان، هذا واضح. لو كان قد نسينا لاصطلمنا الاعداء واحاطت بنا اللاوى. ما انسان، ولكن كم نذكره، كم ندعو له كل يوم، كم نترقب ظهوره. حقيقة عندما ندعو للإمام الحجة ندعو من أعماق قلوبنا، لو فالدعاء هالشكل: انظر ما لي عندك تعرف ما لك عندي.